احسب حسابي طلب ما فيه هذاك احصن العود عاد ريشه خطيه كتبت كويت كويت حال الطربيه بعنيه انتو كلكم تصيحوا كويت كويت حنينا حال كويت بعنيه بنت نعميه وقبيحه لون عن ميلكم بنت كسميله تصبح وتمسي قبيحه لون عقب الفرح بنت كسميله السكر والحليب حظني يا من التمر حالينا أوين. اكثر حال الغير حظني عاد محظش كثير حالينا تو اصبح يا عمي الطلب ما فيه لما ظلت دار حد ريشه شوف انت مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام كل عام وانتم بخير حلقه متجدده من نديم الماضي احنا في ولايه وادي بني خالد بالمنطقه الشرقيه دائما بعد راجعكم نديم للماضي نديم للماضي ولا غزها ولا تفاسير علوها ولا تفاسير وهذا المثل ياكم هذا المثل ياكم كلن على حل وتعابير وكلن على حل وتعابير مناشدك عن خمسة ملهم ارحم لين ولا سلالة آدم وعيرب بيدخلوا دار لخلود بحظهم هتلفسر ولا تركهم خاطب بناشدك عن خمسة ملهم رحم لين
ولا سلالة آدم وعربه بيدخلوا دار الخلود بحظهم، هات الفسر ولا تركهم خاطبة. هذا هو اللغز اللي ودي يعرف الإجابة كتاب عن الآخر. اللي بناشدك عن خمسة ملهم ارحم لجن ولا سلالة آدم وعربه. نديم الماضي بدا ويقول يوداني زاد الطيب هالليلة على السما يعرب تراث العماني زاد الطيب هالليلة. جزاك الله بالخير ابو ولد. الله يمسيك بالعافية. كيف حالك طيب؟ الله يخليك. كيف صحتك؟ الحمد لله. يلا بخير. يلا سلمك. يعطيك العافية والصحة. انت بخير. بخير الله يسلمك. أربعة برجيت. كلهم أطياب. من هين ظهرتم؟ ظهرنا من الدار. ايش علوم الدار؟ ما شعلوا. هي من الدار. دار كلها من عمان. ما كلها ديالك هاي دير. لا من عمان كلها ترى. ماشي علوم. من قاعدين في ديره؟ ما علمتوني. ماشي بهو. مرحبا. خبرت بشيء؟ لا. ماشي علوم. سكون. ساكن الوادي. الحمد لله. على هما وعلى الطيب وعلى الخضرة. نعم الولاية الحمد لله. يعطيكم الخير والصحة. الله يخليك. حيا الله بولد. زين فضلك. جايينك وقالوا لنا ريال مهوي. حياك الله. وعندكم الطرب وعندكم الحس. الله معنا بعض من. من كلام الشعراء زين زين مقديم والذي القديم اللي تريده يعني والذي يطيب خاطرك احنا بنمشي ما بتقصر ما بتقصر ما بتقصر بودي انا اول شيء لكم معي تحية علام ما تقصر يقول يملي طعمته يملي طعمته اها ميدان اها ميدان تحية ميدان زين زين ما تقصر سلام سلام يقول يملي طعمته سلام 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 ونشدي يديره بالعلامي بالعلام يملي طعمته سلام سلام نشلي يديره لعلامي زين بنثر عليكم سلام 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 الحلي هذا لعلامي لعلامي جزاك الله خير هذه تحيه لحميد والوفد عليك السلام عليك السلام والرحمه ما تقصر ما تقصر يا ابو بدر الله يسلمك ما تقصر الله يسلمك بني طريقه ميدان عند سويري عند سويري اه سويري قالوا لي ريال يوم يقول ميدان ما حد له الله اكبر انا اقول لك الله تعالى قدم يجيب لك ولو باقي الان أه. ما يلي حد شاء ابدا مستحيل حد يقدر يقاطع وقال سويري يقول المهم في الجمبارك يقول عيشك ذهب سمسم وسمسم عيشك ذهب سمسم وسمسم وذاك الريل سمسم وهاته وانا سقي البطل سمسم وسمسم انت كل شيء معك سمسم وهاته هات. قال شايب سويري يقول مع تايلك فوفل وفوفل انزين هاتي ملك فوفل وخله انا سقي البطل فوفل وفوفل انت كل شيء معك فوفل وخله خله قال له يقول مبار يقول المال المقسوم لي 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 المال اللي مقسوم لي 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 قولوا حال سعيد لينا أها. الوي هواي سبع لويات انت سوي لي شراء ما سوي لك أها. وانا لوي البطل لي 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 عندك اي شيء معك لي لينا لينا لي 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 المال اللي مقسوم أها. لي لي لي, لي. قولوا حال سعيد لينا لينا الوي هواي سبع لويات سوي لي شراء ما سوي لك أها. وانا لوي البطل لي 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 عندك اي شيء معك لي لينا لينا قال له يقول له راشد سويري تينا ويلينا بلي حاسو أشرب السمن مالو علي يقول مالو علي مالو آه. تينا ويلينا بلي حاسو أشرب السمن مالو علي أنا كلهم علي بلي حاس ما حكي الناس فورانا انت نلمك ما بيقص فورانا أنا كلهم عليه بلي حاسو يا أبوي لكن ليه ما له علي ما له علي ما حد يجيبني ما حد يجيبني زين قال له هو يقول له خذ لك الدمعوز واسبح فيه خذ لك الدمعوز واسبح فيه العيش الهمس ساحل الساحل 400 ناظرين بير و400 سوق الولايه و400 ينشلوا بنادير و400 ينزفوا المايه عط نفسه الى 1200 كان مهوي وباتر رابسنا انت تولد على كيعم وكيعم وانا قلت لك كيعم وكيعم ولا هذا البحر واسبح فيه ولا تعال الساحل الساحل مالك حايل زين واسبح فيه خذ لك دمعوز
واسبح فيه. العشاء الهمس ساحل الساحل، 400 نازغين البير، و400 سوق الولايه، و400 ينشلوا بنادير، و400 ينزفوا المايه، ولا هذا يقول نفسه الى 1000 وال200، انت كان مهوي وباتنا مسنا تورد على كيعم. وكيعم. وانا قلت لك كيعم. وكيعم ولا هذا البحر. واسبح فيه. ولا تعال الساحل. الساحل. اسمع انت. لبس المحازم شرو قرعوا. لبس المحازم شرو قرعوا. أزقي بغيزن سمر وعتم. لبس المحازم شرا وقرعوي. لبس المحازم شرا وقرعوي. أزقي بغيزن سمر وعتم. وأزقي بغيزن سمر وعتم. يا يب يا الخيل اللي يرتعشوا. يا يبي يا لخيلي يا ريت عشو. لعن هالصغيرين يا ريت عشو. لعن الصغيرين يا ريت عشو. لابس عراسي شرا وقرعوي. ونادق عراسي شرا وقرعوي. كله حطبها سمر وعتم. كله حطبها سمر وعتم. وكله حطبها سمر وعتم. نديم قال وغنى نديم قال وغنى رحمن وكاسر نديم قال وغنى مسك وزباد وحنا الو زباد وحنا والورس حاضر الو زباد وحنا هو متبدل شاب راشد زين يقول يقول شاب راشد صح وسمن يا اهل بيته ودام الرمس هنا فودام فودام صوب باطنة صوب باطنة صح وسمني يا اهل بيته ودام علينا استوى حرب وبلهده ما شفتوا الحدله بعد هالحرب مستمره مستمر صح وسمني يا اهل بيته ودام علينا استوى حرب وبلهده حن قلنا هدا يا اهل بيته ودام ما نخلف اللاهود وبلهده وبلهده قال مبارك يقول السنه مرادنا الغوص ما حفلوه شوف انت السنه مرادنا الغوص ما حفلوه جايب عن الشيب دشبابي يا صاحب هالودام ما حفلوك انت قاصد البيت دشبابي هاوي يلا هات خضر لك عن الشيب والدشباب انزل مع انت الحين معك معك خضر لك عن الشيب والدشباب انا قطعت لك موز في الديره ترتيع نظمات ود حد شي انت تشوف الا الغريب ود حد شي انا ما ارغل على بيت والدشباب ولحن على الغرب في الديره في الديره من يسر قال كاك هذا يعني مالهم فزعان مرتاح مرتاح في روعه قال مبارك يقول كل هالمفال الرعايه بسن شوف انت كل هالمفالي الرعايه بسن الرعايه بسن وكلهم هل اللي يرتعبوا زين انتوا زيدوا سيوف الرعايه بسن اساهم من السن يرتعبوا يرتعبوا شوف انت قال هو تلقى طريق المدافع دن يقول شويري رد أتلقى طريق المدافع دن مع مسكن الأنس ينديروا أنتوا زيدوا يلول المدافع دن أساهم من الدن ينديروا أوين قال مبالي يقول أبغى تجدي ولون حايس فيه أشوف البحر أبغى تجدي ولون حايس فيه إذا نحاسبك حاسب بالشلة أنا أشوف البحر لون حايس فيه أما البحر حاس بالشلي زين قال هو يقول شاب راح يقول لي بطك بعين بالطبعين لي بطك بعين بالطبعين زين وفان الولد ريح طوفاني متي بدفنه وفي راس الحد وراس العب الطابع مصيره شوف انت يقول يا خشبه هالو طابع مصيره راس الحد في راس الحد انت اللي ما طبعتي في راس الحد بيخ بلش طابع مصيره مصيره لكن يا خشبه هالو دام بالطبعين يعني نحل بشريح طوفاني نحل بشريح طوفاني هات هات هاي بنت سالم اللي بطك بعين بالطبعين بالطبعين ثاني الولد ريح طوفاني زين
متي بدفن في راس الحد راس العبد طابع مصيره انت هنا ما طبعتيه في راس الحد اجي خبرش طابع مصيره يا خشبت هالودام بالطبع عيني الى الحد البشريح طوفاني طوفاني شوف انت قال هو يقول سوق المصنعه وبركه فوقه انشر وقيلت حد سدفه الحاشيه ترى ما البركه فوقه شوف وزت رقبته حد سدفه حد سدفه سوق المصنعه وبركت فوقه وبركه نوبه ايه وبركت فوقه انشر وقيل تحت سدفه تحت سدفه سدفه سدافه ايه نعم تحت سدفه الحاشيه ترى ما البركت فوقه وزت رقبته تحت سدفه تحت سدفه يقول كبل عليك وقلت الليله قبل الليله يقول يمال ما طعن شبه عملاك يمل ولاك حاشي راشد سوا سوا حاشي حاشي ايه فوقه فوقه اه تحت سد اه يقول حاشيه راي ما البركه تفوق وجدت رقبته تحت سد وقال هو يقول عاميتني من رفاعي نوس من وين؟ عاميتني من رفاعي نوس ما تنظر رفاعك العامي ها ايش سويت؟ تا يمشي اليمل من رفاعي نوس يملى من رفاعك العامي شايف راشد يقول عاميتني عاميتني من رفاعي نوس ما تنظر رفاعك العامي قد يمشي اليمل من رفاعي من رفاعي نوس يقول يملا من رفاعك العامي يقول لك مقصودك الاولي انا بعدني عرفت بعدني بيك هي بعدني انا عنك يقول له فوق فوق اها قال يقول العش الهمه وامش البر فوق يقول العش الهمه وامش البر فوق العش الهمه ولاين الساحل ما دايت هو امش البر فوق فزني لا لاين الساحل ساحل قال هو يقول له يقول له مين هو دكتور؟ يقول له هو راشد اه من يقول له عميتني من رفاعي نوس ما تنظر رفاعك العامي تيمشي اليمل من رفاعي نوس يملا من رفاعك العامي قال له يقول العش الهم هوامش البرفو العش الهم ولاين الساحل ما دارت هوامش البرفو فزل الى لاين الساحل آه. قال له يقول يهودك توافق ان تطيح شوف بناتك بيعنا لي وبعنا احنا ما وثبنا مناطحنا انت بعدك بتلقى مناطحنا وكان مشتهد وافق ان تطيح جدو بيعنا لي وبعنا اها كيف قال؟ الى لي ويو لا لي الى لي يا أبكي وبكاني زماني أبكي وبكاني أبكي وبكاني زماني وبكي على فرق خلاني وبكي على فرق خلاني وبكي خيلاني يا والعقل في الباطنة والعقل في الباطنة بك على زماني وبك لا فرق خلان يزد بالخالدي والعقل بالباطن أبيد بالراشد يباني ومن قاخواني بكتب قرطاس وصي يلا عندك جنة أبك بك عن زماني وبك لا فرق خلاني يزد بالخالدي ولي عقل بالباطل عبيد بالراشد يباني هو من قاف نبكت بقرطاس وصي جيلا عندك نادم للماضي نادم للماضي ولا غزها تولى تفعسر علوها
اللي بناجدك عن خمسة ملهم رحم لجن ولا سلالة آدم وعربة بيدخلوا دار لخلود بحظهم هات الفيسر ولا تركهم خاطبة. هذا هو اللغز مثل ما سمعتوه. أما الحل أصاموسى وناقض صالح حينهم كبش النبي إسماعيل الثالث حسبه حمارهم رابع وخامس كلبهم ومفسرنهم في كتاب المنسبة. اللي عصاموسى وناقض صالح حينهم كبش النبي إسماعيل الثالث حسبه. مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لليوم واللي كانت من ولاية وادي بني خالد بالمنطقة الشرقية. نشوفكم بالغد، تمسوا بالخير، كل عام وانتم بخير. شوف انت لا تبعد خليك كويس الخير الأماكن من سدرة اللحف وذهب والماس فنن فنن على فن قاصد ومتعنك واللي نشد بحساس فضل رحماني والكاسر المروان